أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وين ما كنتم أهلا ومرحبا بكم. سعيدين جدا في هذه المساحة أن نلتقي واحدة من الأصوات الجميلة، الفن الأصيل، الدمج ما بين الهندسة والغناء. صراحة معانا داخل استوديوهات الصحة والجمال المصرية الفنانة صاحبة الصوت الجميل، يمكن احنا بنشوفها صراحه من اكبر الفنانين عندنا في السودان، الفنانه انصاف فتحي. اهلا ومرحبا بك، وانت ضيفه عزيزه علينا اليوم. مرحبا بك وصباح الخير عليكم، وانا سعيده جدا لاول مره اكون معكم على قناه الصحه والجمال، والتحيه لكل متابعينك ومشاهدينك يا رجينا. شكرا جزيلا استاذه انصاف. صراحه يعني خلينا في البدايه استاذه انصاف انه نتكلم عن استاذه انصاف الانسانه، استاذه انصاف عندها كميه من المعجبين والمحبين. الحب ده حاجه من ربنا سبحانه وتعالى، يعني ناس كثير بتدعي بتقول يا رب حب فيني خلقك. فكلمينا عن سر الحب الكبير ده استاذه انصاف. والله زي ما ذكرتي انت، هو من المولى عز وجل. فانا سعيده وبفتخر بكل المحبين وكل المتابعين وكل اللي بيسمعوا انصاف فتحي ومتابعين لمسيرتي الفنيه ولمشروعي الفني. فانا بحاول احافظ عليهم بقدر الامكان، انه اقدم لهم كل اللي بحبه، واقدم له كل يعني المنتظرينه مني ان شاء الله. فزي ما قلت لك، دي هي محبه من رب العالمين، ونعم بالله. انا يعني بفتخر بها. يمكن احنا عندنا يعني حتى الصغير بيكون حافظ ومحب لإنصاف فتحي، ويمكن بيردد كل اغنياته، فدي حاجه صراحه يمكن نادر ما نلقاه في باقي من المغنيين. يمكن دي حاجه بتاعت ربنا زي ما حضرتك قلتي. خلينا على طول ندخل ونتكلم عن الزياره الحاليه للقاهره والعمل الفني. ايوه، زيارتي للقاهره كان عندها يعني اغراض متعدده، اللي هي اولها اللي هو تدشين البوم جديد اسمه هو الاوطان. يعني فيه يعني بيحمل مجموعه من الاغنيات ومجموعه من الشعراء والملحنين. دشنا بالامس اول اغنيه بمناسبه 21 اكتوبر، اللي هي اغنيه وطنيه من كلمات الشاعر الاستاذ بكر النعيم والحان عماد يوسف. الالبوم بيحتوي على 6 اغنيات حترى النور ان شاء الله قريب، لكن هي دي كلها من ضمن مشروع عصفورة السودان. طبعا لو احنا جينا تحدثنا عن عصفورة السودان يعني المساحة ما حتكفينا. فقبل ما نخش عصفورة السودان، عايزين نعرف انه كم من الالبومات تم تسجيله خارج البلاد. معروفة مسيرة الفنانة انصاف فتحي، يعني زخم من الاغنيات والالبومات، فعايزين نعرف كم من الالبومات تم تسجيله في الخارج. اللي هي البومين، اثنين من الالبومات. فانا ذاتي سعيده بالتعاون وبامتداد العلاقات بيني وبين المهندسين وكل المبدعين في القاهره وكل انحاء العالم. فاتمنى انه يكون في شراكات ذكيه بيني وبينهم ان شاء الله، ونقدم اعمال مختلفه وتنال اعجاب كل الناس اللي بتسمع انصاف، وكل الناس اللي المفروض تعرف انه انصاف هي فنانه من السودان. يا رب جد يعني. من خلال ده خلينا نتكلم استاذ انصاف، انه احنا يعني قبل، لو رجعنا قبل 70 سنه كانت الاغنيه السودانيه موجوده في الخارج وبتتردد. ايوه صح. فمؤخرا اللي منع، المفروض احنا مع ظهور السوشيال ميديا بقول انه حاليا يمكن في جزء بسيط، ليه ما موجود الانتشار الكم؟ يعني احنا لما كنا في السيد خليفه اغنيه السودان بتتغنى في كل دول العالم، فالتأخير يعني من شنو؟ يعني خلينا كفنان وخارج البلاد نتحدث في الجانب ده بالذات. يعني والله هو يعني ما حنقول القصور من الفنانين، لكن بنقول القصور لعوامل كثيره جدا. لكن احنا كفنانين شباب بنسعى لانه تكون الاغنيه السودانيه موجوده في العالم ومسموعه لكل العالم. زي ما كان الفنانين من السبعينات اجتهدوا ووصلوا الاغنيه السودانيه، زي الراحل المقيم بيناتنا سيد خليفه، وعدد كبير جدا من المطربين، احمد المصطفى كانوا حضور في الوقت ذاك. وكله يعني مرحله بتكون عندها يعني مسببات، وكل مرحله بتكون عندها تاثيره. فنحن بنزع كشباب فنانين شباب انه نوصل اغنيتنا السودانيه من خلال المهرجانات، من خلال المشاركات الخارجية. ايوه، والعلاقات الذكيه بيننا وبين الدول الاخرى. ويعني احنا بنزع ان شاء الله انه الاغنيه السودانيه تصل يا رب ان شاء الله. مع وجود المشاركات الخارجيه، يمكن احنا شايفين يعني يمكن كان نجم ساطع وسط اكسبو 2020. فدي
حاجه برضو يعني كسودانيين اعتزاز وفخر بجد يعني. ايوه هي كانت مساحه يعني مهمه بالنسبه لي، وكانت مساحه يعني مختبره انه انا اقدم الفن السوداني عبر منصه كبيره جدا، ملتقى عالمي اكسبو 2020. ف يعني فرضت لي مساحه كبيره في المسرح، وقدمت فيها وصلتين يعني عرفت فيها عدد كبير جدا من الجنسيات بالاغنيه السودانيه، وعرفنا احنا متى ممكن احنا نصل، ممكن يعني نقدم اغنيه السودانيه في قالب جديد مختلف بموسيقى جديده بتوزيع جديد ان شاء الله. يا وبعدين ما تنسي استاذه كمان تسلمنا الخامس دائما بيكون السلم الخماسي. أيوة. دائما بيميز الاغنيه السودانيه يعني. صح، السلم الخماسي هو الاساس بالنسبه لنا، بالاضافه للتنوع في الثقافات والتنوع في التراث عندنا. yeah. وهو ده القايم عليه مشروع عصفوره السودان، نتكلم بكل لغات وبكل الثقافه وبكل التراث الموجود في السودان. احنا الحمد لله في السودان بنمتلك قدر كبير جدا من العادات والتقاليد ومن الثقافات ومن الموروثات اللي عندنا، فدي بتنعكس في خلال فننا. فنحن ان شاء الله قريب حنوري يعني الناس احنا قدر كيف يعني عندنا فن، وعندنا فن متنوع فن يعني. ايوه فن اصيل. خلينا استاذ انصاف انه من خلال عصفورة السودان والتنوع الجغرافي الكبير، انصاف غنت من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. أيوة. يعني ما خلت لا رقعه الا تغنت، يعني كيف قدرت تمزج ما بين العادات والتقاليد والتنوع الغنائي التنوع الموجود في السودان، وقدرت تطلع لنا فن اصيل وكل الناس قادره تتفهم الاغنيات دي؟ صح، ما انا بحس بانه هو الفنان مسؤول من كل المجتمع اللي هو موجود فيه، فانا ربنا خلقني انه انا اكون يعني خلقت في مجتمع يعني بيتميز بالتنوع وبالتعدد في الثقافات وفي اللهجات زي ما ذكرت اول، فيبقى لازم انا اطوف على كل اللغات واللهجات باعتبار انه انا فنانه قوميه، اعتبر نفسي فنانه قوميه او فنانه يعني سودانيه لازم اكون ملمه بكل الثقافات وبكل التراث الموجود عندنا. زي ما قلت لك عندنا تراث يعني كبير وكثير جدا في السودان، فغنيت من الشمال والشرق، شرق السودان وغرب السودان وجنوب السودان. ده برضو برجع وبقول لك ده من خلال مشروعين، مشروع عصفورة السودان هو مشروع مدته الزمنية 5 سنوات، انقضت منها 4 سنوات يعني تبقى سنة واحدة. فبنهاية المشروع نحن بنقيم مشروعنا، بعد كده حنشوف في خطط جديده، مشاريع جديده نقدر ننفذ فيها او تكون متابعه. ده بياكد لنا لباقي الفنانين انه ما انا اكون فنانه بس، لازم يكون في مشروع فني يتوضع. مثلا عصفوره السودان اتوضعت لمعالجه الكثير من القضايا، فاحنا عايزين نعرف يعني عصفوره السودان كيف البدايه، يعني انه انصاف عشان تفكر وتعمل مشروع كبير قدر كده وتجمع السودان في بوتقه واحده، لكن احنا بنقول بنجمع الدوله في قلب رجل واحد، احنا حاليا جامعين الدوله في قلب امراه واحده بغناء الاصيل والغناء الجميل اللي بتوصل لكل السودان. الهدف من المشروع يعني اهداف كثير، لكن الهدف الاساسي اللي هو رقى النسيج الاجتماعي وصناعه السلام في السودان والتعايش السلمي والايمان بالتنوع وبالاخر في السودان. بنتمنى ان احنا نكون حاجه واحده في السودان، ونتمنى ان احنا نقدم يعني كل اللي عندنا من خلال طبق واحد. جميل جدا. والشعب السوداني شعب معطاء، شعب جميل. صح. يستحق انه الناس تشتغل من اجله يعني، ويكون في كلمه واحده ووحده. أيوة. وسلام بين الشعب السوداني. خلينا نتكلم عن المشاكل او المشكلات اللي واجهت عصفوره السودان في تنفيذ المشروع ده. هي ما حتكون يعني مشكلات بعينها، لكن بتكون في يعني في اللي هي جائحه كورونا. yeah. هي كانت من الاسباب اللي اخرت المشروع، بالاضافه لل هي ما عايز انا اقول ان هي مشاكل سياسيه او مشاكل في الدوله، لكن عايز اقول انه في حاجات عطلت المشروع، لكن هو كان يعني في الفتره دي هو رننج، عشان كده بنقول يعني السبب الاساسي الكبير اللي هو العطل في المشروع اللي هو جائحه كورونا. بعدين انه المشروع يعني اتقبل برواج كبير جدا وحب من لدى
كل السودانيين، يعني يمكن هسه حاليا انصاف من انصاف فتحي المهندسه لانصاف حاليا عصفوره السودان، يعني يمكن كل الناس بتنادي بالاسم ده حالا. طيب مشروع السودان، مشروع عصفوره السودان ابتدى من منطقه معينه في السودان، ابتدى من ديار رحله ديار المريود اللي هو في غرب السودان، يعني طفنا فيه كل المناطق وطفنا فيه بالذات كل المناطق اللي كانت متأثرة بالحروب والمناطق اللي مرت بضغوطات. فنحن زي ما قال الفن هو عبارة عن ضماد للجروح اللي كانت مفتوحة، فقدرنا نعالج من خلاله يعني عدد كبير جدا من الجروح وعدد كبير جدا من المشاكل اللي كانت موجودة في المناطق دي. ونحن كنا سعيدين وهم كانوا سعيدين بزيارتنا وبتطوافنا في المناطق اللي زرناها. يا جميل جدا. حنتكلم يعني يمكن طرقت لي حاجه جميله جدا، المريوت او دار المريوت. المريوت استاذه انصاف معروفه من زمان اغنياتها، يعني يمكن في اذهان الكثير من المتابعين والناس اللي بيستمعوا لها، لكن لما غنت المريوت التفاعل اللي كان موجود. ايوه هو كان في نقص في الايقاع اللي هو ايقاع الجراري. كان يعني بيتناول في منطقته، معناته في المناطق الاصلا يعني فيها الايقاع، لكن لما الايقاع جاء وسط الخرطوم فالناس حست بالدهشه بانه في ايقاع مميز، في ايقاع جديد اللي هو ما حنقول دخيل لكن حنقول يعني ايقاع من منطقه معينه هو موجود في وسط الخرطوم او في وسط السودان، فالناس تفاعلت معه وحبته وكان بدايه انتشار للايقاع ذاته وللونيه وللتراث الموجود في السودان. جميل جدا. يعني نتكلم عن التراث الغربي الدارفوري، يمكن انصاف قدمته للمتابع والمستمع السوداني بشكل عصري بشكل جديد، فنتكلم في الناحيه. ايوه انا قدمت يعني تراث من غرب السودان، يعني من شمال السودان، من جنوب السودان ومن شرق السودان، فما كنت يعني مركزه في اتجاه واحد، بل بالعكس انا كنت قوميه في الاختيارات. فايوه فزرت كل المناطق يعني تناولت كل انواع التراث في السودان، لكن هي البدايه كانت من غرب السودان. بس مع ذلك انه احنا بنشوف انه كان في اغنيات وتم اضافه الكثير من التوزيع الهندسي والموسيقى طبعا، فلاقت رواج وقبول كبير شديد من المستمعين. احنا حنسمع حاجه استاذ انصاف دندنه بسيطه. دندنه عندك اختيار لحاجه معينه ولا عندي اغنيه كان سمعتها عن جوبا جميله كده ما اعرفها. طبعا في مجموعه من الاغنيات وفي لكن خلينا نبدا من شرق السودان. جميل نبدا من شرق السودان. انا قلت طير الليل اللي هي من كلمات والحان شيبه الحمد من هنا البحيو من الصح والجمال. يا طير الليل جيتني عشيه هات للمحبوب مني تحيه قل له حرام هجرك ليا نار الأشواق قاسي عليا يا طير الليل انت مسافر يا ريتني اكون زيك طاير يا طير الليل انت مسافر يا ريتني اكون زيك طاير نغشى المحبوب بالشوق تلقاه هناك أدي تحية يا طير الليل جيتني عشية هات للمحبوب مني تحية قول له حرام هجرك ليا نار الأشواق قاسي عليا. يا جميل. شكرا كثير. في مشوارك برضو استاذ انصاف تناولت يمكن مبادره جميله جدا، مبادره الحكامه. الحكامات دي يمكن هم زمان صوت الشعب. ايوه صوت الشعب. فحدثيني عن الجانب ده كمان. وعندهم كان سلطه يعني برضو حكامه اللي هي زي ما نقول هي فقره من مشروع عصفوره السودان، برضو بتكلم عن السلام وعن
النسيج الرتق النسيج الاجتماعي. فاحنا اختلنا ما اختلنا حكامه لانه هي هي يعني شخصيه قويه. أيوة. وهي عندها كلمه وكلمتها مسموعه. فبدل ما تدعو الحكامه للحرب فاحنا نحاول يعني نثقف الحكامه. أيوة. يعني انه السلام ده يكون هو ثقافه من ثقافات انه هي تدعو الناس للسلام وللتسامح للموده والتآخي. فقدرتي في المساحه دي تخلقي انه تدخليهم او الحكامات او كل من له صوت ودائما هو ممكن الناس. أيوة. تسمعه. فقدرت المشروع تعالج حاجه في الحته دي؟ ايوه المشروع بدا يعالج في حاجه واحنا لسه مستمرين ومواصلين في ده كله. حينتهي مع نهايه مشروع صوت السودان. احنا لازم نقدم ويعني يكون الثمره بتاعته انه يكون في سلام حقيقي على ارض الواقع. بالتاكيد نتمنى بجد انه يعم السلام في بلادنا الحبيب ان شاء الله في كل العالم في كل العالم يا رب. طيب نتكلم انه مثلا استاذة انصاف بتغني يمكن كثير من لونيات الطنبور. ايوه. فعايزين نعرف برضه في الجانب ده يعني الطنبور وغنيت اللي هو الطنبور ده ايقاع الدليب. وفي الطنبور كايقاع من غرب السودان غنينا الكرنج اللي هو من جنوب كردفان اللي هي في كادوغلي والدلنج ويعني مجموعه من المناطق في جنوب كردفان. غنينا الكول من شرق السودان وايقاع السماكه اللي تكلمت عنه اسيا وغنيت فيه اغنيه طير الليل. يعني ايقاعات مختلفه ومتنوعه ويعني ايقاعات غريبه لكن في نفس الوقت فيها لحن حلو شديد. أيوة. وفيها تعبير عالي وفيها ادائيه مختلفه. فهي ايقاعات صعبه لكن مميزانة احنا كسودانيين. Yeah. ومميزة فننا السوداني. فاحنا بنتمنى انه هي حتى الايقاعات دي والالحان دي تصل للعالم عشان زي ما قبل بقول انه يعرفوا قديش عندنا فن وقديش عندنا تراث. Yeah. يعني بجد. أيوة. يعني حتى انا لما كنت بقول لاستاذ محمد لا لازم تقول للاعلاميه اللي هي الساعه 9 انه انا عندي فنانه كبيره. فهم من يعني من الناس اللي بيكونوا سعيدين جدا بجد. يعني يمكن انا غنط الصحه والجمال بحسها زي بيتنا الثاني. يعني هم بيكونوا سعيدين لما نسمعوا بالضيف فعلا يعني جاي من السودان وبالذات الفنانين والناس دي. فليهم مساحه خاصه وليهم يعني قيمه بجد يعني ما حاجه بسيطه. واحنا بنتمنى انه يعني عشان استاذ انصاف بالنسبه لنا في السودان فنانه كبيره جدا يعني. شكرا يعني. فبنتمنى انه بنفس القدر يكون برضه وجودها هنا في 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 القاهره وفي كل دول العالم بجد يعني لانه ده اقل حاجه تستحقه لانه يعني الفن اللي بتقدمه ما فن بسيط وان كان ما حيكون اقل من الفنانين العرب الحاليين اللي هم بيشتغلوا على الغنى وكده. والفن دائما رساله يعني بيعالج الكثير من القضايا. فبتمنى انه احنا ناسنا كمان الاعلاميين برضو يكون في 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 توجيه مباشر وتوجيه خاص للمساحه الفنيه عشان الاغنيات كمان تقدر تصل. أيوة. تقدر تصل للعالميه عشان احنا حاليا انا متاكد انه الفنانين المستمع السوداني والمعجبين لو كانوا عارفين انصاف كانوا استنوها برا. اتمنى والله. هي كمان دي مسؤوليه يعني على عاتقنا انه احنا نكون قدرها ونقدر نقدم فيها الفن السوداني ونقدر نعكس فيها ثقافتنا للعالم. فان شاء الله عما قريب يا رب ان شاء الله نسمع دندنه شنو. امشي بك وين امشي بك؟ غرب السودان ولا شمال السودان؟ اي كان خليني اقول لك المريوت من طيب. من غرب السودان وايقاع الجراري. اي ما تقولوا خير يا قواري بلقى مرادي معاك مريوت همي الشغل افكاري بلقى مرادي معاك مريوت ما تحرموني سعادتي بلقى مرادي معاك مريوت غير زولي تم حاري بلقى مرادي معاك مريوت الليلة 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 لا 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 بل قمرادي مع المريوت. انا طبعا ما حاسالك استاذ انصاف انه الاغنيه دي كانت يعني لمريوت معين لانه يعني التفاعل اللي جاه والاغنيه كان يعني كان له صدى صدى كبير شديد ما شاء الله. يعني كان اي شخص بيحس بانه الاغنيه دي مغنيه له يعني لشخصه هو. فعشان كده لقت القبول لقت الرواج الكبير ده. ف
فأنا كنت بتكلم فيها عن المريوط بصورة عامة، ومرات بحس بأنه المريوط هو البلد السودان، بحس بأنه هو الوطن الحبيب. صح، الحب للوطن دائما أكيد بيكون فوق الجميع. نتكلم عن الناس الموجودين مع أستاذة إنصاف وتعاونهم معها وقدر شنو هم قادرين إنهم يسندوك عشان تصل لكثير من النجاحات اللي أنت فيها ما شاء الله. أنا يعني في ناس كثير جدا وقفت معاي ودعمتني وقدمت لي، لكن الحمد لله عندي مكتب فني أو مكتبي الخاص هو السند والدعم الحقيقي بالنسبة لإنصاف فتحي وفي مسيرته وفي مشروعي الفني. كل التيم الموجود في المكتب بتاعي الخاص على رأسهم المدير يعني الكرييتر، الزول اللي بيقدم بيدعم المحفز الأول لإنصاف فتحي اللي هو مهند أحمد حامد، هو دائما صديقي وملازمي دائما في كل الخطوات في كل المشاريع في كل الافكار. بنقدم مع بعض يعني نماذج، بنخوض خطط مع بعض بتنجح الحمد لله، بنقدم نفسنا بصوره مختلفه. فانا بفتخر بهم وشاكره ومقدره لهم في 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 المكتب، وشاكره للمجهوداتهم اللي بيقدموها ولسندهم لي ولدعمهم، واللي يعني هم كانوا سبب في وجودي الان في معكم في الصحه والجمال. لا انا طبعا لو حكيت لك حاجه غريبه، عندي يمكن زميله وفي نفس الوقت بدعم، هي في اس اس بي سي تلفزيون جنوب السودان، فهي في السودان يعني حاليا في الخرطوم، فقلت لها عيني صفيني باي طريقه توصليني معك. طيب انا في انت في القاهره وانا في الخرطوم اعمل شنو؟ فقدرت يعني صراحه انه تتواصل مع الشباب هناك، والشباب بسم الله ما شاء الله عليهم. انا صراحه تحيه وحب كبير لي من هنا، وتحيه كمان لاستاذ مهند، صراحه يعني تقدير واحترام ويعني قبول بجد. يعني انا لما جيت بكلم استاذ مهند انا معاك الفلان، اهلا وسهلا ترحب بالفكره. فدي حاجه احنا بنتمنى انه نحن نلقاها من كل الناس يعني إن شاء الله. ومعروف انه استاذ انصاف يمكن زوره كبيره في قيمتها، لكن التواضع يعني فاكتشفت انه ما هي برال متواضع، حتى التيم حقها كله متواضع. فده كان حاجه وجدت انا يعني كنت اشد تباه شديد وفخوره بانه احنا كسودانيين نخدم بعض يعني كون انه انا الليله اكون في حوار مع استاذ انصاف دي حاجه يعني شرف بالنسبه لي انا، وكونهم هم يساعدوني في الحاجه دي فدي ما حاجه بسيطة. فبتمنى لكم نتم نخدم في قضية مهمة جدا اللي هي قضية الأغنية السودانية وكيف نوصلها للعالمية. فأكيد بنضغط عن حاجات كثير عشان نقدر نوصل يعني أفكارنا ونوصل كل الحاجات اللي عندنا. بكل تأكيد أستاذ إنصاف حتغني لنا حاجة من الألبوم الجديد ولا عاملة مفاجأة أنا الألبوم عاملة مفاجأة صراحة، لكن خلينا ممكن نتكلم عنه. بالأمس دشنا أغنية الوطنية بمناسبة زي ما قلت لك 21 أكتوبر اللي هي هو الأوطان. لكن هو الألبوم بيحتوي على 6 أغنيات من شعراء مختلفين وملحين مختلفين، يعني ابرزهم الملحن عبد اللطيف الدلحاوي والملحن ميمي والملحن عماد يوسف والشاعر الكبير بكر النعيم والمجمر بخيت، مجموعه من الشعراء والفنانين المميزين اللي قدموا ما قدموا من اغنيات واثروا الساحه الفنيه وكان عندهم بصمتهم في 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 الاغنيه السودانيه. فالالبوم ان شاء الله قريب حيرنم باذن الله. طيب هو استاذ انصاف مجهز لكم مفاجاه جميله، حيكون اول وصولك للخرطوم او السودان حتشتغلي عليه وعلى طول الالبوم الجديد ان شاء الله؟ حينزل الالبوم الجديد ان شاء الله في بوصولي ان شاء الله الخرطوم، احنا اليوم على السفر طبعا. يا بجد يعني بتمنى لكم انكم تصلوا بالسلامه، وخلينا الكنترول شايفة بيقول لنا احنا بالرغم انه عايزين نسمع اكثر نسمع دندن اخيره، وكمان تدينا رسائل لكل الناس اللي بيسمعوا من هنا انصاف فتحي، وكمان تحيه برضه لزملائك الفنانين في السودان. انا بحييهم بالرغم انه انا زعلانه ما تكلمنا عن زيارات في جوبا والحاجات الجميله اللي اتعملوا وانا ما موجوده هناك اصلا. يا سلام يا اخي، كانت زيارات مميزه صراحه، وانا كل زياراتي كانت بحسبها مميزه لانه بتعرف على مجتمعات جديده وبتعرف على ثقافات جديده. فجوبا وكل المناطق اللي زرتها كانت بالنسبه لي
عندها وضع خاص. هي مؤخرا كانت جبه فكانت رحله جميله جدا يعني. لا اشتقنا بها صراحه، واحنا كنا متشوقين انه يا ريت لو كنا احنا معاك وين ما كانت. انصاف فتحي بتاثر بجمالها واغنياتها وتعاملها الجميل صراحه يعني. فهنيئا لك بالشعب السوداني وهنيئا لك بوجودك انك فنانه موجوده معنا. انا والله ده يشرفني جدا، وتحيه ورسائل لكل اصدقائي في المجال، في اصدقائي الفنانين، بنقول لهم احنا لازم نزعى جاهدين انه نقدم الاغنيه السودانيه، ولازم نزعى جاهدين انه يعني نساهم مساهمه حقيقيه في انه نكون قدوه للمجتمع، واننا نحكي تراثه ونحكي القيم والمبادئ اللي تربى عليها الشعب السوداني، وده كمان من خلال الاغنيه السودانيه ومن خلال القالب الفني اللي بنقدمه نحن. ولازم تكون في رسائل، تكون في قضايا واضحه ومهمه يعني، ويكون في مشاريع حقيقيه. لازم الفنان يكون عنده مشروع، ولازم الفنان يكون عنده يعني خطه واضحه ماشي عليها. فبالخطط وبالمشاريع احنا بنقدر نوصل ان شاء الله. والتحيه لكم والتحيه لكل متابعينك. تسلم كثير استاذه انصاف فتحي، الفنانه الجميله اللي اطربت اذهان كثير من المستمعين والمغنيين والمتابعين السودانيين. انا سعيده بك جدا انك كنت ضيف عزيز علي في الصحه والجمال والكنترول، طبعا حالف انه احنا ما نكمل اي حاجه ثانيه. شكرا لك كثير على تلبيه الدعوه. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، لغايه هنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. شكرا لك.